أتت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ هي تسأل زوجها رسول الأمة الرحمة المهداة، فتريد شيء يغني عن أشياء كثيرة. فقالت أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، رسول الله يوصي زوجته ويخبرها، وهذا خبر لها ولجميع أمته. إذا أردت أن تجتهد فهذا من أعظم ما يجتهد به الإنسان. هناك لفظ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ولكن علماء الحديث يقولون زيادة كريم لم تثبت، لكن الذي ثبت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا عبد الله إذا عفى الله عنك يا عبد الله أفلحت فلاحا لم يفلح أحد كما قد أفلحت بالعافية. العافية والعفو سلامة في الدنيا، سلامة في البرزخ، سلامة يوم القيامة، مآل أهلها إلى الجنة. استدرك ما فات، وإياك والندم فتقول فاتت لياليه، نقول اغنم باقيه. فلا تقول فاتت لياليه، إنما نقول اغنم باقيه.